السوق السوداء مكان تجري فيها عمليات بيع وشراء بشكل غير قانوني كتجارة السلاح أو المخدرات أو الأدوية غير المرخصة. لكن هل سمعت من قبل بسوق سوداء للخبز؟ هذه السوق موجودة بالفعل في لبنان. إذا أردت أن تشتري ربطة خبز في لبنان فعليك الانتظار في طوابير طويلة في الجو الحار ووسط ضجيج الزبائن أمثالك وشجارات لا تنتهي في الطوابير المكدسة بالبشر. إذا تحليت بالصبر ستحصل على ربطة خبز مدعومة من الحكومة بسعر 13,000 ليرة لبنانية، أي أقل من دولار بقليل. لكن يمكنك الحصول على حل أسهل، وهو شراء الخبز من السوق السوداء بسعر يقارب 30,000 ليرة، أي قرابة دولارين. هذا الواقع الصعب يدفعنا للسؤال، كيف بدأت المشكلة؟ يعاني لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة أوصلت 80% من اللبنانيين إلى ما دون خط الفقر. هذا الحال جعل الحكومة عاجزة عن شراء كمية قمح كبيرة تكفي السكان في لبنان، فهم في العادة يحتاجون إلى 50,000 طن قمح في الشهر الواحد. وما زاد صعوبة الحال أن الأسعار العالمية ارتفعت بسبب الحرب في أوكرانيا. ولك أن تتخيل الأمر إذا علمت أن 80% من قمح لبنان مصدره روسيا وأوكرانيا ورومانيا. والمشكلة الإضافية أن انفجار مرفأ بيروت حرم اللبنانيين من إمكانية تخزين كميات هائلة من الحبوب تحسباً للأزمات. فماذا تقول الحكومة اللبنانية؟ تعترف الحكومة بالمشكلة الموجودة لكنها تواجه العديد من الاتهامات. وزير الاقتصاد والتجارة كان الأوضح في توزيع الاتهامات، فبدأ بأصحاب بعض الأفران قائلاً إنهم يخزنون الطحين المدعوم من الدولة أو يستخدمونه في إعداد منتجات غير مدعومة كالحلويات مثلاً. لكن بعيداً عن المسبب، كيف سيكون الحل؟ بلا شك هذا سؤال صعب للغاية، لكن ربما ستلجأ الحكومة للمزيد من القروض لتخفيف الأزمة ومكافحة البيع في السوق السوداء.